بونجور، النهاردة ان شاء الله فيديو جديد هنعمل فيه ريفيو عن كتاب برافو بتاع السنة دي 2021-2022، وهنتكلم فيه بقى، هنشوف الكتاب عبارة عن ايه وشكله ايه وكده، هنعرف كل حاجة في الفيديو. تابعوا معانا. اولا هو الكتاب ده شكله، هما كتابين، كتاب للشرح وكتاب تاني فيه تدريبات وأسئلة، بقى كله أسئلة وتدريبات. فهنتكلم بقى عن دلوقتي بتاع الشرح الأول، نشوف في ايه. انا طبعا شرحه اولا منهج اولى ثانوي الترم الأول السنة اللي فاتت على القناة. السنة دي يعني ممكن بقى ان شاء الله لو عرفت ان انا، بما ان الشرح موجود على القناة وهو هو ونفس المنهج، فممكن نحل بقى مع بعض يعني أسئلة من الكتاب وكده، هنشوف. وكمان أنا هشتغل منه أونلاين على زوم إن شاء الله، فاللي يحب يحجز معانا يكلمني بقى على الخاص، على صفحة البيج بتاعتنا على الفيسبوك، وانضموا كمان طبعا للجروب عشان أي معلومات جديدة أو حاجة تبقوا إيه يعني متابعين معانا. فتعالوا نشوف بقى الكتاب عبارة عن إيه، تعالوا ما نشوف كده مكتوب ايه. اول هو الكتاب اهو مكتوب ان هو عبارة عن جزئين. الجزء الاول ده عبارة عن مقدمة بيعرفنا بقى ايه، مقدمة عن اللغة الفرنسية، معلومات عن فرنسا، اشهر الاكلات، اسماء الولاد والبنات، الحروف اللي هي الاساسيات يعني بمعنى اصح. الجزء التاني بقى معانا هو عبارة عن، احنا عندنا وحدتين تمام، يعني الترم الاول عبارة عن وحدتين، كل وحدة فيها 3 دروس. فهنا بقى بيقول ايه، كمان بيوضح يعني ان الدرس فيه 5 مراحل في الكتاب، اللي هما المفردات، فوكابولير، اوبسيرفي الملاحظة، كومونيكي تواصل، المواقف بقى سيتياسيون، بعد كده ميني بروجي، حاجات بقى ايه يعني بتهدف تنمية قدرة الطالب على استخدام ما اكتسبه من معلومات ومهارات، المهم، والسوجي المواضيع طبعا، وفي الاخر اسئلة نتدرب عليها مع بعض وامتحانات تمام. زي ما انتوا شايفين في الاول هنا، زي ما قلنا هنا مقدمة عن فرنسا بقى، اللي حاجات احنا بنستخدمها كلمات في حياتنا اليومية وهي اصلها فرنسي فبيعرفنا عليها. بنتعرف على المهن، المأكولات والمشروبات، aliments et boissons، وعندنا كمان moyens de communication، وسائل اتصال، وكمان عندنا العاب رياضية، حاجات كتير يعني اللي هي الاساسيات بقى تمام. بعد كده هنا بتكلم شوية عن فرنسا، معلومات عنها، وعلى فكرة برضو يعني نكون عندنا خلفية عن المعلومات دي مهمة. وهنا اسماء الولاد والبنات مهمين جدا، لازم نعرف ان ده اسم بنت او اسم ولا اسم ولد، مهم جدا. وبعد كده عندنا الحروف بقى هناخدها بالتفصيل تمام. بعد كده هنا كمان بيعرفنا الاكسونات، الاكسون فوائدها ايه، وانا عامله فيديو في القناه مخصوص عن الاكسونات وهي فايدتها ايه وليه بنحطها اصلا، كل ده هتعرفوه ان شاء الله في الفيديو ده. هسيب لكم الرابط بتاعه، اللينك في صندوق الوصف اللي تحت الفيديو على طول تمام، وهسيبه لكم كمان في الجروب بتاعنا على الفيسبوك تمام. ايه كمان عندنا هنا بقى، مهارات اللي هي التواصل، ازاي تشكر حد، ازاي تودع حد، كل ده هنعرفه مع بعض. ندخل بقى على الوحده الاولى اونيتي 1 بعنوان لو كلوب دو ما كلاس تمام. هنعرف الوحده دي اللي هو ايه، ازاي نقدم نفسنا، نعرف اصدقائنا ازاي، التحيه والاستئذان، هنعرف فيها حاجات كتير والارقام تمام. هنا بيجيب لنا كلمات الوحدة، وبعدين الوثيقة بتاعت الوحدة تمام، وثيقة الكتاب المدرسي ونحل عليها. وبعد كده نبدأ بقى، احنا قلنا الايه ان كل وحدة فيها 3 دروس. هنا دي الوحدة الاولى، ده الدرس الاول اللي هو السوبخيزانتي. هنتعلم هنا ايه بقى، تقديم النفس تمام، ان احنا نقدم نفسنا ازاي، وفي قواعد طبعا معانا اكيد يعني.
الأرقام هنا اهو، من واحد، من 0 لحد 50 هناخدها مع بعض. وايه كمان؟ طبعا اهم حاجة في الكتاب ان يكون في اسئلة، ده اكيد يعني دي اهم حاجة، ان احنا نطبق على اللي احنا بناخده مش ناخده وخلاص. فان شاء الله ربنا يقدرنا كده. دعواتكم وحل معاكم على القناة هنا، يعني هشوف لو عندي وقت ان شاء الله هحل معاكم في القناة هنا. تمام. طيب، وعندنا قاعدة الاستفهام، وبعد كده مواقف بقى. وطبعا هنا في كمان حاجة، ان هنا في اسئلة خاصة بطلاب الازهر يعني، تمام، اللي هي المواقف، السؤال الاخير ده. تمام. وبعد كده بقى اكزرسيز كتير، اسئلة كتير، امتحانات اهو ندرب على نحلها مع بعض. تمام تمام كده. واسئله برضو كتير 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 على لسون 1، الدرس الاول. وامتحان كمان، امتحانين على كل، بعد كل درس في امتحانين اهو، وفي امتحان خاص كمان بطلاب الازهر مخصوص. تمام. في كمان هنا لسون 2 اللي هو بعنوان بريزونتي ايدونتيفي سي كوبان، هنعرف هنا برضو اللي هو ايه، تعبيرات اللي هي التحيه، ازاي نستأذن بالانصراف، نقدم يعني اساليب بقى التقديم. تمام. وادوات النقره، وفي استفهام وتأنيث الاسماء، هناخد حاجات كتير في الدرس ده. تمام. نبدأ طبعا برضو، بيبدأ دايما بالكلمات وبعدين اسئله اهو عليها، وبعد كده القاعده اللي علينا هنا انتروجاسيون الاستفهام، وهنا مواقف، مواقف. تمام. ونحل برضو بقى وثائق مع بعض اهي على لسون 2. تمام. اسئله كتير اهو، انا بجيب لكم يعني بالظبط عشان ايه تعرفوا الكتاب فيه ايه، يعني فاهمين يعني تعرفوا الكتاب عبارة عن ايه من قبل ما نبدأ في اي حاجة، لازم ناخد فكرة عنه في البداية، وبعدين نبدأ بقى نشرح ويعني نفهم مع بعض بقى واحدة واحدة. parler du caractère، هنا الدرس ده لسون 3، الدرس الثالث. بنتكلم بقى عن السمات الشخصية. تمام تمام كده. يعني ازاي نوصف شخص بقى من حيث السمات الشخصية بتاعته، هناخد verb être، تأنيس الصفات، الاستفهام بكومون اللي هي معناها كيف، كل ده مشروح عندكو على القناة. السنة اللي فاتت الشرح واحد، يعني الشرح ما فيهوش اي مشكلة لان الشرح ثابت، اللي بتغير هو طريقة الامتحان، عشان في ناس كتير بتسأل وكده تقولي طب هو يعني نفس المنهج اللي على القناة، هو نفس الشرح، المنهج ثابت ما تغيرش، اللي بتغير هو طريقة الامتحان، كل سنة هي اللي تتغير عن اللي قبلها. تمام. طيب بعد كده هنا بقى ناخد الجرامير، القواعد، هنا الحديث عن السمات الشخصية، التأنيث، مش كده برضو، هنا تأنيث الصفات اهو، وهنا اسئلة عليها، وهنا مواقف طبعا، اسئله كتير كتير جدا. فدي حاجه جميله جدا، عشان اهم حاجه زي ما قلنا التطبيق، ان احنا نطبق على اللي اخدناه، مش ناخد ونرمي المعلومات بقى، لا طبعا التطبيق اهم حاجه. تمام. في حاجه حلوه برضو في الكتاب هنا، ان في نهايه كل وحده، يعني الوحده الاولى اهي، في ملخص للوحده كلها. تمام. اهو ده ملخص لكل الوحده، فدي حاجة حلوة برضو، يعني عشان تفكروا نفسكم كده في الوحدة دي كنا اخدنا فيها ايه كده، نفتكر برضو، فدي حاجة جميلة. تمام. الوحدة تانية اونيتي دو اللي هي لكلوب ديز ارتيست، هنتعلم في الوحدة دي ان احنا ايه نوصف الاشياء، ونعرف تعريف وصف الاشياء، هنتكلم عن العمر وتاريخ الميلاد، الميول، ازاي نعبر عن ميولنا، تقول انا بحب حاجة، بكره حاجة، بعشق حاجة. تمام كده. ده اللي هناخده فيها. دي هنا كلمات، وهنا الوثيقة بتاعت الدرس،
وأسئلة عليها. وعندنا هنا بقى هنعرف هنا هو لفورنيتور سكولير المستلزمات المدرسية، أسئلة كتير، والقواعد هنا قاعدة الجمع أسئلة عليها وعلى الاستفهام، مواقف خاصة بطلاب الأزهر. بعد كده أسئلة بقى امتحانات تتحل كتير. تمام، نخش بعد كده لسون دو، الدرس التاني بعنوان دوموندي اي دير لاج اي لا دات دانيفرسير. هنا هنتكلم في الدرس ده عن العمر وتاريخ الميلاد والاعداد من 50 لـ100 وكلمات الاستفهام اللي هي ايه، اللي هي كال وكان. تمام، هنا الكلمات بتاعت الدرس. بعد كده اسئله برضو على الجرامير اللي هناخده، ايام الاسبوع، الارقام اهي الاعداد من 50 لـ100. تمام كده، ومواقف نفس الكلام بقى بتكرر في كل الكتاب ونفس الاسئله. يعني الاسئله يعني ان هي كتير، مش نفس الاسئله يعني هيها، لا يعني اسئله كتير عندنا نحل عليها ونطبق على اللي اخدناه كله. تمام كده، في حاجة هنا تانية، اكسبريمي سيجو الدرس التالت عندنا اللي هو اكسبريمي سيجو. هنا هناخد في الدرس ده برضو ازاي نعبر عن الميول بتاعتنا، الافعال المنتهية بـ اغ اللي هي افعال المجموعة الاولى، ضمائر التوكيد، كلمات الاستفهام اللي هي كاسك هناخدها مع بعض، او انا شرحها يعني زي ما قلت عشان ما اكررش تاني. تمام كده، يعني هو ده ببساطة كل الايه، كل الكتاب، ريفيو عن الكتاب بصفة عامة كده، ريفيو سريع. وكتاب هو جميل ان هو فيه اسئلة كتير جدا وامتحانات، تمام، ورا كل درس ورا كل واحدة، فدي حاجة جميلة جدا معانا. وفي الاخر كمان في زي ما قلنا اللي هو ايه، ملخص لكل ملخص ورا كل واحدة في الملخص بتاعها. تمام كده، تمام. طيب في الاخر بقى في هنا ايه كمان، اهو الملخص زي ما احنا قلنا دلوقتي، ملخص الوحدة التانية صفحة 222. تمام، وفي الاخر خالص في بقى ايه، يعني الجزء الثقافي كده، يعني برضو معلومات عن معلومات كده، جزء ثقافي يعني عن فرنسا وكده. ف الكتاب جميل وفي اسئله كتير جدا. ان شاء الله انا عندي كمان كتاب المعاصر، ابقى اعمل لكم كمان عنه ريفيو ان شاء الله. انتظروني في فيديو جديد. في الاخر اقول لكم جو فو ميرسي دو فوتر اتونسيون، اي ميرسي دافوار ريغاردي ما فيديو. باي باي.